طيب مش محتاجة، عايزين نحل الاكزامبل اللي جه ده. تمام، فاحنا هنحله ازاي؟ كل احنا عايزين ان احنا نعمل ايه، نعمل حاجة زي كده. اوكي، ان احنا عندنا مثلا حاجة زي كده، ماشي، ان احنا عايزين نعمل two items تكون موجودين في الرول واحد وفي details عنهم، ال name وال price وال quantity. ماشي، لو ال quantity بتساوي zero فمش هينافيجيت، المفروض ان انا لما ادوس هنا مثلا ينافيجيت على الصفحة اللي فيها البرودكت او اي صفحة يعني. لو ال quantity بتساوي zero فلا، لو ال quantity اكبر من الزيرو فهينافيجيت. تمام، فطبعا نعمل حاجة زي كده. ماشي، احنا اول حاجة هنعمل ايه؟ هنجيب repeater. ماشي، repeater هنجيبه من هنا عادي. طيب كل احنا لما هنخش جوه كده وهنجيب بوكس. ماشي، احنا نيجي نبص على المنظر كده هنلاقي ان هو هنا في الكلمه وكلام تحت، فالكلام اللي تحت ده بوكس اصلا. تمام، طيب فهنجيب بوكس هنا كده. تمام، وهنصغره كده شويه نخليه تحت المربع ده بالظبط يعني. ماشي، ممكن حد بقى يعني ايه يصرح الحته دي شويه، هو اصلا الفيديو هيبقى صغير يعني. تمام، نظبطها كده عليها. تمام ماشي، فاحنا لو دوسنا كلوز هنلاقي ان هي اتعملت في كله. طيب عايزين بقى نأد ايتمز. ماشي، واحنا قلنا اربعة في الرو فاحنا عايزين نزود حاجات، فمثلا نخلي دي مثلا نيم وبرايس. ماشي، وعايزين مثلا نأد كمان كولوم ونقول ان هو الكوانتي او الكاونت مثلا. ماشي، نخلي مثلا هنا 0 1 2 مثلا و3. ماشي، البرايس نخليها 10 20 30 مثلا و40. تمام، طيب هنعمل ايه تاني؟ هنسميها مثلا اي حاجة، اكس مثلا، واي، زد، دبليو. ماشي، طيب هل الحاجات دي اتعرضت ولا اتعرضت ولا حاجة؟ طب هنعرضها ازاي دلوقتي؟ طيب اول حاجة انا عايزة اعمل ايه؟ عايزة أجيب الانتراكشن هنا. طيب قبل ما أجيب الانتراكشن أنا عايزة أحط هنا في المكان ده مكان يتحط فيه already ال name وال price وال count، فأنا هجيب إيه؟ عايزة أحط في المربع ده كده، فهجيب label مثلا هنا كده. ماشي، مثلا هسميه هنا name. ماشي، ممكن مثلا إيه ناخده كوبي، كنترول سي كنترول في، متاخدش، تمام، كنترول سي كنترول بي، ومثلا نسميه برايس. ماشي، و تمام عكينا الدنيا. تمام، متعكيت شرح. تمام ماشي، نفضل بقى ايه ما يعرفنا في كده، نجيب واحد تاني ونقول مثلا count. ماشي، ممكن ننزل ده شوية لتحت ايا يكن يعني المسافات اللي ما بينهم نظبطها. ماشي، وبعد كده دوسنا close هنلاقيها اتعملت في كله. طب احنا هو قال ان هو عايز two products في الكولوم الواحد، فهنعملها ازاي؟ هنروح مع ستايل وننزل تحت، ممكن بقى تظبط الكالرز الكلام ده مش مهم. ماشي، وننزل تحت كمان هنخليها نعمل جريد ونخلي هنا في تو ايتمز، فبقى كده في تو ايتمز. طيب انا عايز اعرض الداتا هعمل ايه؟ هروح على انتراكشن، هدوس على الريبيتر واروح على الانتراكشن. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اسيت الانتراكشن. هو هنا في النيم، يعني هو بيقول لك ريكتانجل دوت ايتم دوت نيم، ده كده اسمه ريكتانجل اللي هو الاكس الواي الزد مش عارف ايه. تمام، فهو حاطط ان هو في النيم بتاع البرودكت. تمام، احنا عايزين كده فعلا. طب احنا عايزين ايه كمان؟ احنا عايزين نأد تارجت ونقول ان انا عايزه الكاونت يتعمل له سيت بفانكشن معينه. هنسيت التكست يعني التارجت اللي هو الايه الكاونت اللي هو الليبل الكاونت، عايزه اسيت التكست اللي فيه. ماشي، بايه؟ بفانكشن دي هحط فيها فانكشن. طب الفانكشن دي اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي ايتم دوت كاونت، هتوضح دلوقتي هقولها دي. ماشي، انا في حاجه عملتها غلط، هنشيل دي. تمام كده ظبطت، ده كده الكاونت بتاع كل واحده. طيب خلينا نقولها تاني، خلينا نقولها تاني عشان احنا ما قلناهاش ايه بطريقه واضحه. طيب احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين هنا بنسيت التكست. ماشي، يعني اما الايتم يلود، ماشي، اول ما نفتح البيج كده نلاقي الايتمز موجوده عادي عندي. ماشي، فانا هعمل ايه؟ هعمل سيت تكست. طب سيت تكست دي هتعمل ايه؟ هتحط الحاجات اللي موجوده في التيبل اللي احنا مليناها، ماشي، في الليبل ده. فالليبل بتاعي اسمه ايه؟ اسمه مثلا نيم.
مش انا مسميه الليبل نيم، انا حاطه هنا الليبل اسمه نيم. طيب عايزه اسيت الايه التكست بتاعه اللي جوه لايه، لفانكشن معينه. الفانكشن دي بدوس هنا كده واقول insert variable or function، بحط هنا بيجيب لي كل الايتمز اللي عندي في التيبل. فانا عايزه اسيت الايه الايتم نيم، ماشي. محدش برضه ينسى يشيل كلمه النيم دي، يحط الايتم نيم بس ويدوس اوكي. ماشي، فكده عمل سيت للنيم. طيب انا عايزه اعمل ايه كمان؟ عايزه اسيت كمان حاجه اللي هي البرايس، فعايزه اسيت البرايس برضه بنفس الطريقه، وهقول insert variable واختار الايتم دوت برايس. ماشي، ونشيل دي كده وندوس اوكي. كده اتعملت، اتظبطت تمام. ممكن بس هي اللي اوت مش مظبوطه عشان احنا يعني انا كسلت اظبطها، ممكن نظبطها دلوقتي مش مشكله. اهو مثلا ندوس كلوز، تمام. طيب احنا عايزين نعمل ايه بقى؟ عايزين لما ندوس على الحته دي على البرودكت ده، لو الكوانتيتي بتاعته اكبر من الزيرو ينافيجيت، غير كده ما يعملش نافيجيت. فهنعمل ايه؟ هعمل هنا كده مثلا new interaction click or tap، ماشي، open link. طيب هي open link ايه مثلا؟ هي open link اللي هي بتاعت product x مثلا، اللي هي حاجة انا كنت مكريتها قبل ما افتح الفيديو، تمام. وهقول اوكي. طيب ده بقى في كيس معينة، يعني هحط ده في كيس معينة. ايه هي الكيس؟ هقعد لوجيك بقى. ايه هي الكيس؟ بيقول لو ايه بقى ال value of variable. طب ليه قلت value of variable؟ لان الـ يعني في value موجوده جوه ال variable اللي هو اللي هو مثلا quantity او count. ماشي ماشي، لحظه واحده. لو ال value مش ال value of variable، ماشي، احنا هنختار هنا ال value ال variable. فهنقول هنا insert variable or function، فهن insert ال variable اللي هو مثلا item.count. ماشي تمام. احنا عايزين نتشيك على ايه؟ على الكوانتيتي. فاحنا بنقول ان الفاليو اللي جوه الفاريبل بتاع الكوانتيتي ده، ماشي، مثلا لو هي greater than ال فاليو مثلا اللي هي زيرو، فتمام اعمل نافيجيشن، غير كده لا. تمام، فخلونا نجرب، ندوس بريفيو ونجرب. بسم الله، دي كده الفاريبلز عندي. لو دوست هنا مش هينافيجيت، لو دوست هنا عمل نافيجيشن للايه للصفحه اللي بعدها. تمام، طيب عمل نافيجيشن ليه؟ لان هنا الكوانتيتي اكبر من الزيرو، هنا عملش نافيجيشن عشان الكوانتيتي زيرو. بس كده فين؟ اوكي.